بس نشوف الاول تقرير كابتن سالم حفيظ عن قرار الكاف في قضيه الاستبدال اللي احنا اتفاجئنا بيه ونرجع نعقب تاني. يعني طبعا هي مباراة في منتهى الأهمية بالنسبة لنا، وأعتقد أنها كمان في ترتيب المجموعة وتصدر المجموعة أو حتى في حسابات المجموعة، فخلينا يعني نكون مستعدين بشكل كويس قوي، وعندنا كمان يعني فرصة كويسة أن احنا يعني في قيد لعيب جديد موجود في التشكيلة الدفع بيه من البداية، أو جزء من اللقاء ده خاص بفايلر، لكن الإقرارات الورقية القيد سواء كان محليا أو إفريقيا انتهى خلاص، يعني من حقه أنه يشارك، لكن المسألة الفنية يعني دي راجعة للجهاز الفني. يعني مباراة مهمة جدا طبعا، مباراة في حسابات المجموعة في منتهى الأهمية مع منافس عنيد وقوي اللي هو النجم الساحلي، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها. ممكن يعني اثناء اللقاء انا عارف ان في ممكن بعض الاوقات يبقى فيها جزء من العصبيه او الشده، احنا مش عايزين نتجر لكده، ولا عايزين في حساباتنا ان يبقى في نوع من التنشن ولا العصبيه تضييع الوقت ولا حاجه، لكن في النهايه ربنا يكون موفقنا ان شاء الله الرحمن في استغلال الفرص اللي تيجي بدري، حتى لو ما كانش فيها توفيق في البدايه نفضل لحد اخر ثانيه، لان هي ما لهاش علاقه بالاهداف او كميه الاهداف، هي قد ما لها علاقه بالثلاث نقاط. يعني يهمنا ان احنا مع صفاره الحكم اللي هو فيكتور بوميز اللي هو من احسن حكام او ان لم يكن احسنهم، يعني ان شاء الله ما تكون ثلاث نقاط معنا باذن الله. هي مباراه زي ما قلت لك حساباتها يعني دخلت في حاجات كثيره كمجموعه ككل، يعني احنا والهلال والنجم يعني، فان شاء الله نكون توفيق حلفنا ونكون ثلاث نقاط معانا باذن الله. المباريات القويه والمباريات الحساسه بتفرز الشخصيه اللي تلعب في الانديه الكبيره، يعني احنا واثقين في كل اللعيبه بشخصياتهم وقدراتهم وامكانياتهم، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها. عندنا طبعا بعض الغيابات، لكن في النهايه احنا نتعامل مع اللقاء بالواقعيه، يعني واثقين في كل المجموعه ايا كان ال11 اللي هيختارهم فايلر، احنا واثقين فيهم ان شاء الله الرحمن يحققوا المكسب باذن الله. اي انسان بيبقى عايز ينجح او عايز يعني يتقدم او يحقق حاجه ايجابيه، اعتقد ان هو لازم يبقى عنده ثقه في نفسه وفي امكانياته، وكمان عنده شخصيه تواكب الاحداث والازمات او المواقف اللي هيتعرض ليها. يعني زي ما قلت لك هي مباراه يعني فيها حسابات كتيره، لازم ناخدها بمنتهى القوه، لازم نتعامل معاها بالعقل والقلب في نفس الوقت، لان انا متاكد ان ممكن يبقى فيها بعض الحاجات اللي ممكن يعني تخرج حد عن تركيزه، لان ان شاء الله نكون مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه باذن الله. رمضان ان شاء الله ممكن يكون موجود معنا في مباراه الهلال باذن الله بشكل قوي، يعني قرابه ال 95% باذن الله. ان شاء الله يكونوا مؤثرين، هم عارفين دورهم، اتمنى ان يبقى دايما التشجيع من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره مهما كانت النتيجه، احنا بنلعب كره قدم ما بنفهمش حاجه غير في كره القدم، فان شاء الله باذن الله يكون في مسانده من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. دايما في اوقات كتيره قوي او في بطولات كتيره وحسمت في اخر خمس دقائق، رغم ان هي ممكن يعني ما تبقاش موجوده على الواقع او ارضيه الواقع، لكن بجمهور النادي الاهلي وحماس النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في اخر خمس دقايق ولا حاجه بتتحسم لقاءات كتير قوي. يعني انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره هيبقى موازن ومشجع للنادي الاهلي، وان شاء الله الرحمن باذن الله ان يكون التوفيق حلفنا ونحقق نتيجه كويسه من بدايه اللقاء وتستمر للنهايه باذن الله.